السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية سكيكدا لنقف على التجربة تاع تربية الأسماك في الأحواض البحرية، وهذا تقنية جديدة وجد مفيدة في تربية الأسماك، وخاصة السمك الدوراد اللي يعني يناسب كثير هذا التربية، واللي الملاحظ أنه هذا التربية تاع الأسماك أصبحت تعوم كل الساحل الجزائري، فيه عدة أحواض من هذا النوع. اليوم نتعرف على هذه التجربة في بلدية مرسى بن مهيدي بولاية سكيكدا. إذا نخليكم تتابعوا هذه الصور عن هذه الأحواض اللي أكيد سوف تساهم في الوفرة تاع السمك الدوراد على في السوق، وكذلك لما لا تخفض من الأسعار إن شاء الله. أترككم في عهد الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.